السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة هانت، وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان وإن شاء الله تعدي الغمة دي بسرعة، رغم أنا شايف الناس في الشوارع، يعني تعدي من على النت، يعني هي مش في الشوارع عدت، بس على النت خليها تعدي إن شاء الله وتبقى كل حاجة بخير، ويا رب يحمي العالم كله. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مختلف شوية، أسئلة بتجيلي كتير قوي على حاجة سامسونج لخبطت الناس بيها. سامسونج ورا بعض نزلت A71 Note 10 Lite S10 Lite، الناس مش عارف يجيب ده ولا ده ولا ده، رغم ان فروقات الاسعار يمكن الـ A71 فارق حوالي 2000 جنيه تقريبا او 1500 جنيه عن الـ Note 10 Lite، والـ Note 10 Lite فارق 500 جنيه عن الـ S10 Lite. طب ايه اللي يخليك تشتري الجهاز ده او ده او ده؟ هقولك الفرق الرئيسي او الجوهري في التلات اجهزة. احنا مش بنعمل مقارنة، ولكن بنقول ايه اللي يخليك تشتري الجهاز ده او ده او ده. اولا بس خلينا نقول ان سامسونج قررت تسيطر على الفئة المتوسطة ومنزلة الجهاز حرفيا في كل فئة من اول 1800 جنيه لحد 35000 جنيه، منزلة جهاز في كل فئة. الحتة اللي احنا بنتكلم فيها هي اصعب حتة ممكن تتعامل فيها، خصوصا ان التلات اجهزة بيجوا بشاشات اموليد، والتلات اجهزة بيجوا بحجم شاشة 6.7، وتقريبا الاجهزة متقاربة جدا في الامكانيات. لو عاوز تشوف مراجعة كل جهاز على حدة وقوة كل جهاز على حدة، هيظهر عندك اي تلات مرات ورا بعض فوق هنا، هتلاقي كل جهاز مراجعته مستقلة وكلام باستفاضة عنه. لكن لو اتكلمنا ايه اللي يخليك تشتري الجهاز ده، اول حاجة هنتكلم عنها وهي الـ A71. الـ A71 هنا هو تصميم بلاستيكي، والتلاتة من تصميم مادة الجلاستيك اللي عملاها سامسونج، اللي بتدي شكل زجاجي مع كونها من تصميم البلاستيك. وهنا فرق السعر اللي يخليك لو انت مش محتاج معالج قوي قوي زي في الـ S10 Lite، او مش محتاج القلم اللي في النوت 10 Lite، هتتجه دايركت على الـ A71. جهاز كويس بحجم شاشة كويسة بكاميرات محترمة بكل حاجة، مدياك امكانيات كويسة جدا على قد سعر الجهاز اللي وصل النهاردة ل 6300 جنيه. جهاز برضو بيجي ببصمة تحت الشاشة والكاميرا بتاعته محترمة. فالسبب الرئيسي اللي ممكن يخليك تشتري الـ A71 هو احتياجك للجهاز بمعالج قوي، معالج 730 جي، معالج كويس جدا، مع الرامات بتاعت الجهاز اللي هي 8 جيجا رام وال 128 جيجا ذاكرة. فهنا الجهاز هيكون بالنسبة لك جهاز مناسب جدا لو انت راجل استخداماتك يدوب على القد، او مش محتاج القلم، او مش محتاج معالج فلاكشن. هيكون الـ A71 كويس بالنسبة لك، وتوفر الـ 1500 جنيه او الـ 2000 جنيه فرق بينه وبين الـ S10 Lite، والـ 1500 جنيه اللي هي فرقة بين الجهاز ده والـ Note 10 Lite. هنيجي بقى للجهازين اللي هم يعتبروا الأصعب في المقارنة، وهو الـ Note 10 Lite والـ S10 Lite. من وجهة نظري الـ S10 Lite هو جهاز عملي أكتر، والـ Note 10 Lite جهاز موجه للناس اللي بتحب تستخدم القلم. خلاصة الكلام أو الجزء السريع اللي ممكن أقوله لك، إن الـ Note 10 Lite أنت مش هتشتريه إلا لو أنت استخدامك للقلم مهم جداً، او استخدام القلم بالنسبة لك مهم، لان هو ده الفرق الوحيد الجوهري اللي بيميز الجهاز ده عن الـ S10 Lite كفئة فوقي، او يميزه عن الـ A71 كفئة اقل منه. لكن في النهاية مفيش اي حاجة هتميز تاني، بالعكس المعالج السناب دراجون هيديك معالجة صور افضل، وهيديك اداء في الجيمز كويس جدا. عندك المعالج بتاع النوت 10 لايت هو المعالج اللي كان موجود في سامسونج نوت 9، يعني كان معالج فلاجشيب للسنه اللي قبلها، فانت واخد برضو معالج قوي، ولكن انتوا عارفين رايي دايما ان معالجات سناب دراجون بتبقى اقوى شويه من معالجات اكسينوس، او من المعالجات المحترمه القويه السناب دراجون اللي اداها افضل في حاجات كتير جدا، حتى في الحفاظ على البطاريه من معالجات اكسينوس او من معالجات تانية. فهنا النقطة الوحيدة اللي تخليك تشتري النوت 10 لايت واحتياجك للقلم، غير كده يا اما تنزل للـ A71 او تطلع للـ S10 لايت. طيب نتكلم عن الـ S10 لايت. ايه اللي يخلي الـ S10 لايت جهاز مميز او يخليك تشتريه؟ هو المعالج نمرة واحد، وجود معالج قوي زي كوالكوم 855 اللي هو يعتبر فلاكشيب او معالج فلاكشيب السنة اللي قبل نزول الجهاز،
نفس الفكره اللي في النوت 10 لايت، ولكن هنا السناب دراجون المعالج بيبقى مده الاعتماديه او مده الاداء بتاعه اطول، يعني اداء ال 855 هيكون اكيد اقوى من معالج النوت 10 لايت. مش دي بس النقطه الوحيده اللي ممكن تخليك تجيب الاس 10 لايت، لكن في نقطه تانية اللي هي الاستدي كام او الثبات بتاع الكاميرا او نظام الثبات التصوير الفيديو الجديد اللي موجود في الاس 10 لايت، فهنا هيديك اداء كويس جدا. انا الحقيقه استخدمت الاس 10 لايت فتره طويله جدا، بقاله تقريبا الجهاز معايا حوالي 40 يوم، اداء الجهاز كويس جدا، البطاريه 4500 ملي امبير مع المعالج 855. فهنا انت لو بتدور او راجل بتلعب جيمز هيكون افضل اختيار ليك هو الاس 10 لايت، معالج قوي، بطاريه قويه 4500 ملي امبير، ومعالجة الصور بالتبعية مع المعالج الـ 855 هتديك أداء ممتاز جدا جدا. فهنا أنا شايف أن أفضل جهاز فيهم هو لو عندك قدرة في الفلوس أنك تزود، هيبقى الاختيار الأساسي بالنسبة لك هو الـ S10 Lite. لو أنت مش مهتم بالقلم ما تتجهش للنوت خالص، وهتجيب الـ A71. يبقى لو رتبنا قوة الأجهزة هو الـ S10 Lite، الـ A71، ثم النوت 10 Lite، لان النوت 10 لايت ما بيميزوش اي حاجه اكتر من القلم، وفي نفس الوقت فرق الاداء اللي ما بين المعالج الكوالكوم 730 جي اللي موجود في الاي 71 مش هو اللي يدفع فيه ال 1500 جنيه علشان تاخد المعالج الخاص بالنوت 9 اللي موجود في النوت 10 لايت. فلو القلم مش حاجه مهمه بالنسبه لك، مش محتاج تدفع فلوس زياده عشان تاخد المعالج الاكسينوس ال 9810 اللي هو بتاع النوت 9، فهيبقى الاختيار الثاني هو الاي 71. فاختصار الكلام، لو انت محتاج قلم هو النوت 10 لايت بلا تفكير، ولو مش فارق معاك فكره القلم خالص انا برشح لك طبعا الاس 10 لايت لو ماديا هتقدر، لكن لو الفلوس مقصره معاك هيبقى الاي 71. بالنسبه للكاميرات في الثلاث اجهزه، احسن اداء الكاميرات هتلاقيه في الاس 10 لايت يلي الـ A71 يلي النوت 10 لايت. الـ A71 اداء الكاميرات بتاعه افضل واقوى من النوت 10 لايت. ده كده اختصار او توضيح سريع لو انت متردد بين الثلاث اجهزة اللي يخليك تدفع هنا او ما تدفعش هنا، لان في ناس هي مش عارفة الفروقات فين، ولكن هو شايف الاجهزة متقاربة جدا، حجم واحد، الكاميرات تقريبا واحدة، كل حاجة واحدة، ولكن مش قادر يوصل ايه الاقوى. فحبيت اوضح لك، وفي الاخر ده راجع لاحتياجاتك انت ولامكانياتك المادية اللي تقدر تحطها في الجهاز. وبس ده كده اختصار الموضوع. وفي النهاية عشان لو عاوز تاخد قولا واحدا، الاس 10 لايت افضل جهاز في التلاتة، كامكانيات، ككاميرات، كاداء، كبطارية، كل حاجة. يلي بالنسبة لي الـ A71 لو انت مش من مهتمي استخدام القلم. وبس بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ارجوكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديوهات جاية، وكان معاكم محمد النواوي.